الأهلي تأهل لبطولة كأس العالم للأندية، تقريبا أغلبكم أو كلكم أول مرة تشاركوا في البطولة باستثناء إبراهيم مصري، إسلام حسن. كام لعيبة بس؟ اه بالظبط، ده بالنسبة لكم هيبقى حاجة بقى مختلفة، ولا الخبرات بتاعة المنتخب دي هتفرق معاكم في البطولة؟ طبعا هي حاجة مختلفة، وخبرات المنتخب هتفرق معانا. هي حاجة مختلفة، حاجة جديدة طبعا علينا، احنا أول مرة هنخش نشارك في حاجة، في حدث زي ده. طبعا حدث مهم جدا وكبير جدا، والنسخة دي من أقوى النسخ اللي اتعملت. الناس عمالين بيعملوا انفيتيشنز للناس، لفرق أوروبا كلها تقريبا. احنا مش رايحين ان هو أداء مشرف مثلا ونرجع اللي هو شاركنا وخلاص، لا، الناس على ما أعتقد يعني هتروح، هنعمل حاجة إن شاء الله، نحاول نعمل حاجة. طبعا هنبذل مجهود وهنحتك بناس يعني لعيبه اوروبيه بتلعب في تشامبيونز ليج طبعا، فالموضوع يعني هو الموضوع هيبقى صعب طبعا، بس اللعيبه هتحاول يعني. الاهلي بتبتدوا الموسم الجديد بطوله افريقيا انديه، بعديها كاس عالم انديه، شايف ان ده في بدايه موسم هيأثر عليكم بشكل كبير، ولا انتم متحفزين لحاجه زي دي؟ اللعيبه طبعا متحفزه لحاجه زي دي، هي بدايه طبعا، بدايه قويه جدا، بدايه يعني المفروض انت بتبدا الموسم بحاجات يعني بماتشات، بتبدا تعلى بالليفل واحده واحده لحد ما تبدا توصل للي هو ماتشات قويه. انت دلوقتي داخل الموسم بتلعب بطولات، اي يعني بدايه الموسم على طول بطولات، في بطوله السوبر المصري، وفي بطوله افريقيا انديه، وبعد كده كاس عالم انديه، فالموضوع طبعا صعب جدا. فالناس اصلا بدات اعداد من فتره، ولعيبة المنتخب هتبدأ معاهم من 1/8 عشان نبدأ نلحق نبقى نخش في التيم مع بعض، ونخش نكمل بقى البطولات دي اللي هو من بداية الموسم يعني. طب بسألك عن المدرب الأسباني للنادي الأهلي، بما إنك برضو من الناس اللي بتروح المنتخب على طول، شايف إن السيستم قريب منه، ولا شهرة باروندو أكبر ففي فرق بين الاتنين؟ لا بص، هو السيستم يعني السيستم قريب طبعا، نفس المدرسه، نفس يعني وقفات الدفاع، طريقه الهجوم، مش عارف ايه، هو نفس المدرسه، بس هو بيفرق زي ما قلت لك من شويه، هو بيفرق كل حاجه يعني، كل مدرب عن مدرب بتفاصيله، هو ده عنده تفاصيل اكتر من ده، فده تلاقيه مميز عنه في حاجه، ده عنده حاجه معلومه زياده في الدفاع، لان هو مثلا بيهتم بمدرسه الدفاع، هو يعني كل واحد ليه اللي هو الحاجه الخاصه بيه، بس هي بتفرق بس في شويه تفاصيل.